قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد، فهذا مجلس للإجابة على الأسئلة الواردة لإخواني في قناة الرحمة، وفقهم الله لكل خير. أستعين بالله للإجابة عليها وما توفيقي إلا بالله. سائل يسأل: هل اسم الضار من أسماء الله الحسنى؟ ليس من أسماء الله الحسنى. نعم، إن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لكن اسم الضار ليس من أسماء الله الحسنى. نعم، فالله سبحانه وتعالى يقول: ويمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو، ولكن اسم الضار ليس من أسماء الله الحسنى، والله أعلم. تقول السائلة: حدث جماع بينها وبين زوجها في نهار رمضان بالإجبار، ما الكفارة لذلك؟ إذا كان الزوج أجبرها فلا شيء عليها والإثم عليه، وعليه أن يصوم شهرين متتابعين، إن عجز أطعم 60 مسكينا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا شيخ، عندي سؤال بعد إذنك. اتفضلي. معلش بس بعد ما أقفل حضرتك جاوبني. دلوقتي ايه حكم الشرع في زوج يعني بيأمر زوجته مثلا في بعض مشايخ انها ما تسمعهمش، يعني الشيخ فلان والشيخ فلان دول ما تسمعش ليهم، ودول يعني المشايخ ديت لا نزكيها على الله نحسبها على خير، يعني لا نعهد عليها ولا نحسب عليها الا خير، فايه تسمع كلامه ولا ما تسمعش كلامه؟ وما السبب؟ وما السبب؟ ما السبب؟ السبب يعني مثلا هقول لحضرتك حاجه، يعني ممكن مثلا اي شيخ مثلا من اللي هم المشايخ مش زي الكبار، يعني مش زي مثلا حضرتك او الشيخ يعقوب، لا اللي اقل شويه سنا، فيقول لا انا ما احبش مثلا زوجتي تسمع الناس ديت، الله اعلم يعني ايه، ممكن يكون متابعين الدعاء دول اغلبهم نساء، فلذلك هو بيقول لها ما تسمعيش. لا ده. يعني افترض ان هو خايف على زوجته من الفتنه، ماذا تصنع؟ ماذا يصنع؟ افترض انه خايف على زوجته من ان تفتن بشخص. ايوه هو ممكن يكون كده. طيب خلاص، تسمع له وتطيع اذا كان هكذا، لان الله لا يحب الفساد. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. الشيخ، نعم، انت الشيخ، من الفتن اللي ظهرت في هذا الزمان تجد بين الشباب لعبة الشطرنج والدومنة والكشتين والسيدة، انتشرت على المقاهي والمحطات، كثير من الشباب من خاضت ظلت أقدمهم فيها. أنا بدي أتوجه عن نصيحة للشباب إنه يبتعد عن هذه المحرمات، والله يقول في القرآن الكريم: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. إنما يريد الشيطان أن يوقع بينكم العداوة والبغضاء والميسر وصدكم عن ذكر الله وعن الصلاة فلأنتم منتهون. وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وحذروا فإن توليتم فاعلموا أنما على رسولنا البلاغ المبين. ما سؤالك عن ماذا؟ سؤالي يعني وجه رسالة للشباب إن هم أيوه اسأل. قل: ما حكم لعبة الشطرنج؟ يكفيك هكذا، يكفيك أن تسأل ما حكم اللعب بالشطرنج. فأقول مستعينا بالله: إن الشطرنج ليس فيه نص لا من كتاب ولا من سنة، وقد ورد عن علي بسند ضعيف أنه مر على قوم يلعبون بالشطرنج فقال لهم: ما هذه التماثيل التي أنتم لها عاكفون؟ ولكن سنده ضعيف. ولكن وبعد، فلما كان الشطرنج يضيع الأوقات ويرهق العقول والأذهان من غير ما فائدة ولا طائل، ابتعدنا عنه إذ لا ضرر ولا ضرار، ونحن مسؤولون عن أوقاتنا بين يدي الله عز وجل. هذا. ومن العلماء من يرى تحريمه، إلا أن شيخ الإسلام تيمية يرى الكراهة فقط،
واختار الرأي القائل بالكراهة إلا إذا شغل عن فريضة من فرائض الله، فحينئذ ينتقل الأمر إلى تحريم العمل آنذاك. السلام عليكم. وعليكم السلام. بعتذر يا شيخ والله، بس لسه كنت بكلم حضرتك دلوقتي في اللي هو سؤال الأخ الزوج اللي بيمنع زوجته من سماع أجبتك مشايخ إذا معين. كان يخشى على زوجته أن تفتتن نعم بشخص معين تسمع وتطيع. نعم يا شيخ، ولكن هو غير ذلك، إن كان غير ذلك ظنا منه بأن هذا الشيخ مثلا ليس مثلا بما يكفي، يعني هو مثلا الشيخ مش كويس، عايز عذرا في الكلمة، يعني إيه وقت الشرع، وقتها تسمع ولا ما تسمع كلامه؟ أظن الزوج إذا كان دينا نعم نحسبه كذلك. غير شاذ يعني شاذ الفكر، نعم فاسمعي له وأطيعي. بارك الله فيك. موفيك بارك الشيخ. مع السلامة. السلام عليكم. يسأل عن أرباح البنوك الإسلامية، البنوك شأنها واحد، ما أطلق عليه إسلامي وما هو غير مطلق عليه إسلامي، شأنها واحد. بارك الله فيك. تقول إنها متزوجة ولكنها لا تشعر بالحب وتجاهد نفسها لإرضاء الله، هل تثاب؟ نعم تثاب على ذلك إن شاء الله. يسأل عن حكم زواج عرفي عند محامي سري من غير ولي ولمدة معينة وبشهود لم أرهم، الزواج باطل. قال صلى الله عليه وسلم لا نكاح إلا بولي. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم سمحت يا عم الشيخ، ما اتفضلي. حكم الذي تلفظ بكلمة الكفر دون يقصد؟ إذا تلفظ الشخص بكلمة الكفر بجهل أو هو ذاهل لم يقصد ليس بكافر. بارك الله فيك. السلام عليكم. هل يجوز البناء على القبور وزيارتها والكتابة عليها؟ أما البناء على القبور فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى أن يبنى على القبر وأن يجصص وأن يقعد عليه، أما زيادة وأن يكتب عليه فزيادة ضعيفة لا تثبت، ومن ثم اختلف العلماء في الكتابة على القبر، فالذين ذهبوا إلى منع الكتابة على القبر احتجوا بأمرين: أولا النص في أن النبي نهى عن الكتابة على القبر إلا أنه ضعيف، وثانيا أن القبور على عهد النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن عليها كتابة، فهذه حجج المانعين. أما المجوزون للكتابة على القبور فضعفوا الحديث المانع وقالوا إن القبور كانت قليلة على عهد النبي عليه الصلاة والسلام، بدليل أنه قال استأذنت ربي أن أزور قبر أمي، فكان معلوما لديه مع تقادم الزمن، فإذا لم تكن هناك وسيلة لمعرفة القبر للذهاب إليه والاستغفار لصاحبه إلا الكتابة فعلت، كذا قالوا والأمر في ذلك كله قريب. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. أي من فضل حضرتك، أنا لي أختي كبيرة كانت يعني واخدة مني موقف وزعلانة شوية، فالمهم أنا إيه اتصلت بيها وقلت لها أنا إيه أنا زعلانة منك ولا حاجة، وقلت هل كده أنا عليا ذنب لو أنا مت ولا حاجة؟ يعني هي استمرت في الوصل أو استمرت في القطيعة؟ هي مستمرة في الزعل، وأنا كلمتها مرتين. هل أنت ظلمتيها أخذت شيئا منها؟ لا والله أبدا يا طيب. شيخ، هي بس إيه كانت معايا شقة يعني أنا واخداها وكده، فالمهم كانت عايزة تسكن فيها. على كل حال استمري في الوصل وإن قاطعتك، لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم ليس الواصل بالمكافئ، إنما الواصل الذي إذا قطعت رحمه وصلها، والله أعلم.
يسأل هل عذاب القبر حق؟ نعم عذاب القبر حق، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم عذاب القبر حق. يسأل عن استشهادات أخر من القرآن والسنة. أما من القرآن فقول الله تعالى في شأن قوم فرعون مما خطيئاتهم أغرقوا في شأن قوم نوح مما خطيئاتهم أغرقوا فأدخلوا نارا، وقوله في شأن قوم فرعون النار يعرضون عليها غدوا وعشيا ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب، فقوله النار يعرضون عليها غدوا وعشيا دال على عذاب القبر، وقوله صلى الله عليه وسلم اللهم إني أعوذ بك من عذاب القبر ومن عذاب النار، فكان يتعوذ من عذاب القبر. وقوله تعالى ولو ترى إذ الظالمون في غمرات الموت والملائكة باسطوا أيديهم أخرجوا أنفسكم اليوم تجزون عذاب الهون بما كنتم تقولون على الله غير الحق الآية، وثمة استدلالات أخر كثيرة والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. كيف حالك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. كان عندي سؤال يا شيخ، هل إذا توضأ الرجل في ظفر أو ساخ يبطل الوضوء؟ نعم. إذا توضأ الرجل وفي ظفر أو ساخ تبطل الوضوء؟ الوضوء صحيح، إذا كان في وسخ تحت الأظفر الوضوء صحيح. قد كان الصحابة يتوضؤون ولم يرد أنهم يتحرون إزالة ما تحت الأظفر. السلام عليكم. يسأل يريد معرفة قول رسول الله صلى الله عليه وسلم في زيارة النساء للقبور، الأحاديث التي وردت في المنع متكلم فيها إما بالتضعيف وإما بالنسخ، والأحاديث المجوزة منها حديث عائشة رضي الله عنها ماذا أقول إذا أتيت المقبرة يا رسول الله، قال قولي السلام على أهل الديار من المؤمنين والمسلمين وإن إن شاء الله بكم لاحقون. ومنها أن النبي مر على امرأة تبكي عند القبر فقال لها اتق الله واصبري. ومنها أن عائشة زارت قبر أخيها عبد الرحمن فقيل لها في ذلك ألم يكن النبي نهى عن ذلك، قالت نعم نهى ثم رخص لنا فيه. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا. عندي سؤال. تفضل يا أختي. هل الإنسان يحسد أو يصاب بالعين لمجرد سماع صوته فقط؟ وشكرا جزيلا. بارك الله فيك. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وبعد. أما عن الحسد فوارد أن يحسد الشخص عن بعد، لأن الحسد هو تمني زوال النعمة عن الآخرين، أما العين فتكون بالرؤية برؤية البصر ليس عن بعد والله أعلم. السلام عليكم. يسأل هل يجوز قراءة القرآن عند قبر الميت ووهب الثواب للميت؟ لم يرد ذلك عن النبي محمد صلى الله عليه وسلم، وخير الهدي هديه وأتم الهدي هديه وأحسن السنن سننه صلى الله عليه وسلم. يقول تبعا وهل هناك صور معينة تقرأ؟ أقول ليست هناك صور معينة، وأصلا القراءة لم ترد. قال ما حكم حديث صلاة الحاجة؟ الحديث الوارد في صلاة الحاجة بخصوصه حديث ضعيف، لكن ورد ما يفيد أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا حزبه أمر فزع إلى الصلاة، وقد قال تعالى يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة، وقال تعالى مبينا شأن أهل الإيمان من الأنبياء
الصالحين إنهم كانوا يسارعون في الخيرات ويدعوننا رغبا ورهبا وكانوا لنا خاشعين. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله. ازيك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله، تفضلي. يا رب يخليك. لو سمحت يا شيخ، بالنسبة واحدة عايزة تتجوز جواز شرعي، هي بنت بس يبقى من وراء أهلها وكده، يعني بس هو يبقى جواز شرعي. جواز شرعي من غير أهلها؟ اه. كيف يكون شرعيا من غير اهلها؟ لان اصل ما هم مش هيوافقوا طيب عليه، لان هو نعم هم مش هيوافقوا عليه يعني. طيب لماذا رفضوا؟ لماذا رفض الاولياء الزوج؟ لان هو متزوج وعنده اولاد. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا نكاح الا بولي. لا نكاح إلا بولي. لو حصل العقد ده يا شيخ يبقى زواج لا يعني؟ لا لا تقبل على ذلك، لا تفعل ذلك. السلام عليكم. السلام عليكم. يسأل: هل هناك دعاء لتفريج الهم والحزن؟ نعم هناك. لا إله إلا الله العظيم الحليم، دعاء الكرب. لا إله إلا الله رب السماوات ورب الأرض، رب العرش الكريم. هناك حديث في سند اختلاف أجنح إلى تضعيف، وهو حديث: الله ما أصاب أحدا قط هم ولا حزن فقال ولا غم، فقال: اللهم إني عبدك ابن عبدك ابن أمتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاؤك، أسألك بكل اسم هو لك سميت به نفسك وأنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استأثرت به في علم الغيب عندك، أن تجعل القرآن العظيم ربيع قلبي ونور بصري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي، إلا أذهب الله همه وغمه. يسأل عن حكم تنظيم النسل، إذا كان يقصد ما يثار في أوساط العامة تحديد النسل، الاجتزاء بولد أو ولدين أو ولد وبنت، فهذا مكروه كراهية شديدة. وقد قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: تناكحوا تكاثروا فإني مباه بكم، وفي رواية: مكاثر بكم. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاثة، فذكر ولدا صالحا يدعو له. وقد قال تعالى ممتنا على بني إسرائيل: وأمددناكم بأموال وبنين وجعلناكم أكثر نفيرا. ونوح عليه السلام يقول: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازي حضرتك يا شيخ؟ الحمد لله. كنت عايز أسأل بس في حكم إجبار الزوج زوجته على لبس النقاب. هذا من حقه، هذا من حقه، لأنه مسؤول عن رعيته، وما أمرها بمعصية الله إنما أمرها بما يقرب من الله. السلام عليكم. وفي حالة الامتناع حضرتك؟ نعم. وفي حالة مثلا لو امتنعت؟ واللاتي تخافون نشوزهن فعظوهن واهجروهن في المضاجع واضربوهن فإن أطعنكم فلا تبغوا عليهن سبيلا إن الله كان عليا كبيرا. فعليه أولا بالنصح والتذكير بالحكمة والموعظة الحسنة، ثم عليه بالهجران في المضجع إن أبت، إلى آخر الآية الكريمة. السلام عليكم. يسأل عن قوله تعالى لبني إسرائيل: وأني فضلتكم على العالمين، مع أنهم أعتى أعداء المسلمين. أقول بنو إسرائيل منهم الصالحون ومنهم دون ذلك،
فموسى من بني إسرائيل عليه السلام، وأخوه هارون كذلك، والصديق يوسف من بني إسرائيل، بنو إسرائيل منهم الصالحون ومنهم دون ذلك. وقوله تعالى وأني فضلتكم على العالمين، على العالمين في زمانهم، وقيل فضلهم الله بكثرة الأنبياء منهم، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم، ازاي حضرتك يا شيخ؟ عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. بقول لحضرتك يا شيخ، أنا والدي الله يرحمه كان اشترى سيارة عربية، بس كان بايع عليها 8 أقساط، هو كان بيسددهم في ميعادهم تمام، بس هو الحياة دلوقتي توفى، يعني الأقساط دي هو يتعذب بيها ولا يعني عادي؟ هو احنا هنسددهم بس هو يتعذب هو لا بيها؟ له تركة أو ليست له تركة؟ لا له تركة، بس احنا التركة هنسددهم. اسمع الكلام، التركة قبل أن تقسم تخصم منها الديون التي على الوالد أو يتعاهد بها أحد الورثة، فإذا تعاهد انتقلت المسؤولية إلى المتعهد. مع السلامة. الله أعلم. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، ازي حضرتك يا شيخ مصطفى؟ الحمد لله. ولكم بخير يا رب، الأسرة كلها طيبة. الحمد لله، بارك الله فيك وذريتك. يسأل ما الفرق بين الحمد والشكر؟ الحمد أعم من الشكر، فالحمد يكون على كل حال، على الإنعام بالخيرات وكذلك على الضراء، وذلك لأننا نقول الحمد لله على كل حال، والشكر يكون على معروف سبق، والله أعلم. يسأل ما الفرق بين التأويل والتفسير؟ التفسير الإيضاح، والتأويل قد يطلق على التفسير في مواطن، والتأويل له معان أخر غير التفسير، فمن ذلك صرف النص عن ظاهره لشيء آخر، كما يقولون في حديث الجار أولى بصقبه، الجار أولوها بالشريك على المشاع، لأن النبي قال إذا عرفت الحدود وصرفت الطرق فلا شفعة، والله أعلم. يسأل عن معنى قوله تعالى الزاني لا ينكح إلا زانية أو مشركة، المعنى والله أعلم، وهذا الذي عليه الجمهور، الزاني لا يطاوعه على زناه إلا زانية من أمثاله أو مشركة لا ترى حرمة الزنا، والزانية لا يطاوعها على زناها إلا من هو مثلها أو مشرك لا يرى حرمة الزنا، والله أعلم. السلام عليكم. وعليكم السلام الشيخ مصطفى العدوي. نعم. كنت بقول لحضرتك زوجي بيصلي في الجامع كل وقت بوقته، وبعدين هو بيحلف طلاق كتير، بيسد الدين كتير جدا، وانا معايا 3 أطفال مني زي الفل بسم الله ما شاء الله، كلهم بيطلعوا من الاوائل، بس هو يعني منعني عن اهلي، منعني عن اخواتي، منعني عن اي حد، منعني امسك تليفون، منعني اكمل الكليه بتاعتي، منعني عن اي حاجه خالص. فانا عايزه اعرف حكم الدين، يعني انا دلوقتي عند والدتي زعلانه، يعني عند بابا، حكم الدين انا ارجع الاسلوب ده وبيضربني وبيشتمني وبيقول لي النساء كلها هتروح النار، وده حديث عن النبي صلى الله عليه وسلم، وطبعا الرسول عليه الصلاه والسلام عمره ما قال حاجه زي كده خالص، مش حنين علينا خالص ولا على الاطفال ولاده يعني خالص. فانا عايزه اعرف حكم الدين، هل انا اكمل سب الدين كفر؟ فاذا تاب منه فالحمد لله على التوبه، اذا اصر على سب الدين يفارق، هذا ابتداء. أما ما وراء ذلك من سوء الخلق فلك أن تصبري عليه، لك أن تصبري عليه إذا كنت تستطيعين الصبر، وإن طلبت الفراق لست بآثمة. السلام عليكم. نعم. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أني أحبك بالله فيه. أحبك الله الذي أحببتنا فيه. بارك الله فيك. لو سمحت يا شيخ، زكاه زرع الاخضار عليه زكاه؟ الزرع، زرع الاخضار زي الطماطم والبصل والفواكه. الفواكه
الاخضار يعني زي الطماطم حضرتك والبصل وال ايوه زكاة الخضروات. الخضروات تشمل الطماطم والفاكهة ونحو ذلك. الجمهور من العلماء على أنه ليس عليها زكاة، واستدل بعضهم بحديث ليس في الخضروات زكاة ولكنه حديث ضعيف، واستدل آخرون بأن النبي قال ليس في مدن خمس أوسق صدقة، وقالوا الفاكهة لا توسق لا تكال ولا تدخر فلا زكاة فيها. فهذا دليل الجمهور، ومن أدلتهم أن معاذا كان يأخذ الزكاة في اليمن من خمسة أصناف. أما الأحناف فرأوا أن الفاكهة تخرج عليها زكاة لعمومات، مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا أنفقوا من طيبات ما كسبتم ومما أخرجنا لكم من الأرض، مثل قوله صلى الله عليه وسلم فيما سقت السماء العشر، مثل قوله تعالى والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه، كل من ثمره إذا أثمر وآتوا حقه يوم حصاده ولا تسرفوا. فهذه بعض حجج الأحناف. فالأحوط لك إذا كانت الكميات كبيرة ومستغلة للتجارة، الأحوط لك أن تزكي عنها نصف العشر إذا كانت تسقى بالآلة، والله أعلم. مع أن الجمهور كما أسلفت لا يرون في الخضروات زكاة، والله أعلم. يقول الشخص السائل: هل يجوز إبرام عقد زواج مع امرأة أجنبية للحصول على جنسية بلدتها فقط لا غير؟ لا يجوز ذلك، لأن الزواج سكن، والله يقول في كتابه الكريم ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة، ثم إنك بزواجك منها وتركك لها مسؤول عن رعيتك. فالنبي يقول كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، والله يقول يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا وقودها الناس والحجارة، ثم إنها قد ترتكب فاحشة فتلحق الولد بك. فرأي طائش خائب، رأي من يقول من السفهاء إنه يتزوج امرأة أجنبية فقط من أجل أن يحصل على الجنسية، وبئست جنسيات الدول الكافرة. السلام عليكم. يسأل سائل: هل صحيح أنه لا يجوز حمل نعش المرأة إلا محارمها؟ هذا ليس بصحيح، وليس هناك نص ملزم بذلك، بل رسول الله صلى الله عليه وسلم لما ماتت إحدى بناته وجاء عند القبر قال لأصحابي: هل منكم من رجل لم يقارف؟ قال أبو طلحة: أنا يا رسول الله. فنزل فقبرها، وأبو طلحة ليس من محارمها، وبالله التوفيق. يسأل: هل يجوز حشو الميت بالقطن من كل فتحة بعد تغسيله لأنه يخرج منه غائط ونحو ذلك؟ إذا كان ذلك كذلك جاز الحشو للاضطرار آنذاك، والله أعلم. هل يجوز أخذ الفرش من المسجد، الفرش القديم، ووضعه في البيت إذا رخصت لك إدارة المسجد في ذلك، واشتروا جديدا مثلا وأهدوا القديم لأقوام أو باعوه بأثمان زهيدة، والله أعلم. يقول إنه يتابع درس علم بعد صلاة الفجر من خلال التلفاز، هل يؤجر على ذلك؟ مأجور إن شاء الله، فتحصيل العلم الشرعي يثاب عليه العبد، والله أعلم. يسأل: هل يجب على المرأة أن تضع غطاء على رأسها أثناء قراءة القرآن؟ لا يجب ذلك، نعم هو الأفضل لكن ليس بواجب، وقد قال تعالى في شأن أهل الإيمان الذين يذكرون الله قياما وقعودا
وعلى جنوبهم، والله أعلم. يسأل: ما حكم قراءة القرآن بالنظر إلى المصحف دون تحريك الشفايف؟ أقول وبالله التوفيق، هذه ليست قراءة، إنما هي إجراء إمرار القرآن على القلب وليست قراءة. القراءة تكون باللسان. وقد سئل بعض الصحابة رضي الله عنهم: كيف كنتم تعرفون قراءة رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاتي الظهر والعصر؟ قال: باضطراب لحيته. أما الذي لا يحرك الشفايف ففي القراءة لا تسمى قراءة، بل هي قول في النفس، كما قال تعالى: يقولون في أنفسهم، والله أعلم. يقول: ما الرأي في الإعجاز العلمي والعددي في القرآن الكريم؟ أرى أن فيه بعض التكلف، بل به كثير من التكلف، وتكلفهم لهذا واضح، والله تعالى أعلى وأعلم. الإعجاز العلمي منه ما هو صحيح، أعني من المستدل به، ومنه ما هو متكلف من فاعله وينم عن جهل القائل به، والله أعلم. السلام عليكم. السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك يا شيخنا؟ الحمد لله، بارك الله فيك. أسأل الله تبارك وتعالى أن يرضى عنك كما رضي عن الخلفاء الراشدين، وعنك والسامعين والسامعات يا رب. سؤال يا شيخنا، ربنا يبارك لك وإياكم. بالأمس صلى بنا الإمام صلاة العشاء، فقرأ في الركعة الأولى الكافرون، ثم الركعة الثانية قرأ الفاتحة لحد مالك يوم الدين، ولم يكمل الفاتحة وقرأ الكافرون، فأحد المصلين قال له: يا حاج أعد الفاتحة. فعاد الفاتحة وصلى، هل الصلاة كده صحيحة يا شيخنا؟ صلاتكم أنتم صحيحة، وصلاة المتكلم فيها نزاع، فإذا كان قال ما قاله جهلا فالجهل يعذر به صاحبه. طب يا شيخنا في كده في سجدتين سهو، من الممكن أن نسجد للسهو من غير، من الممكن أن نسجد للسهو، لكن إذا لم يسجد الصلاة تصح أيضا. ماشي يا شيخ، ربنا يحفظك. وإياكم وإياكم المسلمين. يسأل: هل وهب الأعضاء عند الموت حلال أو حرام؟ أراه حراما، فحرمة المسلم ميتا كحرمته حيا. يسأل: هل هناك قاعدة لرد الديون المالية في ظل التغيرات الحالية للعملة؟ لا أعلم شيئا في ذلك، فالذي اقترض جنيها يرده جنيها، الذي اقترض دولار يرده دولار، الذي اقترض ذهبا يرده ذهبا، وبالله التوفيق. تسأل عن تناول حبوب لتأخير الدورة الشهرية لكي يتأتى لها أداء مناسك العمرة. أقول وبالله التوفيق: لا مانع من ذلك، وقد قال بمثل ذلك عدد من العلماء، منهم شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى في مجموع الفتاوى. تسأل سائلة عن العمليات الجراحية للتجميل، ما الحكم فيها؟ أقول وبالله التوفيق: إذا كانت تعود بالعمليات الجراحية إلى ما عليه عموم خلق الله فتلك جائزة، لأنها حينئذ نوع من أنواع التداوي. أما إذا كانت تغييرا لخلق الله ولا جدوى في ذلك، ولا تأثير طبي في، لا تأثير صحي على صحتها ببقائها، فلا تغير خلق الله. أما إذا كانت وصولا إلى ما عليه عموم خلق الله فجائز، والله أعلم. يسأل سائل يقول:
هل تجوز صلاة الفوائت في جماعة؟ يعني أن قوما كانوا نياما فاستيقظوا بعد طلوع الشمس، هل يجوز لهم أن يصلوا في جماعة الفجر؟ نعم، بعد طلوع الشمس نعم يجوز لهم ذلك، وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم صلى بالصحابة جماعة بعد طلوع الشمس، وبالله التوفيق. يقول: ماذا نستطيع أن نفعل لمساعدة المجاهدين؟ عليك أولا بالدعاء لهم وسؤال الله التثبيت لهم، وعموما من استطاع منكم أن ينفع أخاه فليفعل، وهذا محله ما لم يكن هناك ضرر أعظم، والله أعلم. ما السبيل لهداية شخص بلغ من العمر 60 سنة؟ السبيل هو دعاء الله سبحانه وتعالى، فالله يجيب دعوة الداعي إذا دعا، وتذكير هذا الشخص وتخويفه بالجنة وتخويفه بالنار وترغيبه في الجنة والصحبة الصالحة وتسليطها عليه، كل ذلك من الأسباب علها أن تجدي بإذن الله، والله أعلم. سائل يسأل عن أكثر عدد لصلاة الضحى. ليس هناك عدد محدد لصلاة الضحى، وأكثر ما ورد في ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى عام الفتح 8 ركعات عندما دخل مكة كما ورد في حديث أم هانئ، وقد ورد أن النبي عليه الصلاة والسلام كان إذا فاته حزبه من الليل صلى من النهار 12 ركعة، والله أعلم. يسأل سائل: السلام عليكم. وعليكم السلام. نعم مولانا، الطوابين العيش البلدي اللي بتعمل العيش ناقص الميزان شوية، نعم، هل يجوز ان انا مخابز العيش البلدي؟ ايوه، بتعمل في مخبز مثلا انا شغال فيه ممكن يكون بيعمل العيش هي ناقص الوزن شوية كده بسيطة، هل يجوز ان انا اشتغل في المخبز ده كده ولا لا يجوز؟ إذا كنت تغش أو تساعد على الغش لا يجوز لك ذلك، لأن الله قال: وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بقول لحضرتك يا شيخ، أخت مطلقة وهي حصل لها مشكلة بعد الطلاق، قعدت فوق أهلها والأهلها يعني حصل مشاكل جامدة جدا وأثرت على نفسية بنتها، ففي ناس تجمعوا وقالوا لها إنها تروح شقة يعني تاخد شقة ويدفعوا لها تكفلوا لها بالإيجار، ففي مبلغ ثابت بيجالها كل شهر الإيجار ده ولوازم البيت مثلا من مية ونور والحاجات دي كلها، وفي مبالغ مثلا حاجة الناس بتتصدق ليها بمبلغ كل شهر، مثلا مش كل شهر مش ثابت، فهي ساعات بيكون المبلغ ده زايد حق عن حقها، وهما يقولها ان انت قوية مكتسب وما ينفعش بنتك ان هي تاخد من الفلوس دي لان ليها اب بيصرف عليها، طبعا اباها مش بيعطيها ما يكفيها هي، فهل ينفع يعني ان انا عفوا اصرف عليها؟ عفوا، السؤال ملخصه: امرأة مطلقة تأتيها صدقات او زكوات لانها مطلقة وتكفل بنتا وابو البنت ممتنع من المصاريف، فسؤالك أيوة. سؤالك انت إذا أتتها أموال زائدة هل بعض ينفع الشيء، هل ينفع البنت تاخد من مصاريف الصدقة دي ولا لا؟ يعني إذا كان أبوها ممتنع أن نتركها تموت؟ ما هم بيقولوا القوية مكتسب وأن أبوها هو اللي يتكفل. خلاص كما أجبتك، يجوز في هذه الحال. السلام لو عليكم. لو الفلوس زادت عن حقها، يعني لو الفلوس زادت شوية من الفلوس ينفع تتصدق الفلوس دي لأي حد؟ لا حرج. طيب. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، بارك الله فيك يا شيخ ونفع الله بك وبك. بارك الله فيك. عندي بعض الأسئلة، 3 أسئلة بس أرجو يعني الإجابة حتى أسمعها يعني بإذن الله، بارك الله فيك عبر الهاتف. تفضل.
بالنسبة يا شيخ، كان صليت صلاة المغرب خلف رجل، بس من قبل يعني كنت كان في إشكال حضرت معه، فكان يسب الدين، فحكم الصلاة يعني عموما يعني خلف من يسب الدين يعني أنت صل... ركز في سؤالك، أن تسأل عن صلاة سبقت أو عن حكم الصلاة وراء من يسب الدين؟ هو هذا وذاك، لكن انا صليت بالفعل، كان في مشكله في مشكله، فوجدت سب الدين في هذه المشكله، وقدرا دخلت المسجد اصلي المغرب فوجدته هو يصلي، فصليت خلفه يعني. ف على كل سب الدين كفر، ولكن الصلاه لعله تاب بعد سبه الدين، فالصلاه دليل على توبته، الصلاه نعم. دليل على توبته، فصلاتك تصح، لكن إن علمت عن شخص بعد أنه يسب الدين وهذه عادته لا تصلي بعده إلا أن يتوب. السلام عليكم. سائل يسأل عن شخص أعطى شخصا منذ سنة ألف جنيه وقد ارتفع سعر الدولار، هل يردها الآن ألف جنيه أم ماذا يصنع؟ يردها ألفا كما أخذها ألفا؟ بارك الله فيك. يسأل سائل شخص اقترض من آخر مالا وبعد جاء وقت السداد، فالمقترض وبدون اشتراط من المقرض أعطى المقرض مالا زائدا هدية دون أن يطلب منه ذلك، هل يجوز ذلك؟ نعم يجوز، إذا لم يكن ثم اشتراط ولا استشراف نفس لذلك. ذلك لحديث جابر قال كان لي عند النبي صلى الله عليه وسلم دين فجئت أتقاضى فقضاني وزادني، ولأن رجلا أقرض النبي بكرا جمل بسن معينة فجاء يطلب جملا، قال النبي أعطوه سنا مثل سنه، قالوا ما عندنا سن مثل سنه، قال أعطوه سنا خيرا من سنه، فإن خياركم أحاسنكم قضاء أحاسنكم قضاء. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. ازيك يا سيدنا؟ الله يغفر لنا ولك، تفضل. اللهم أمين. والله بعد إذن حضرتك أنا كان لي سؤال بس على حضرتك كده يعني بخصوص بنتي. نعم. يا بنت حضرتك كانت مخطوبة لشاب من حوالي سنتين، تمام؟ طيب. وبعدين يعني هو يعني مش مجتهد شوية في ان هو يعني يبقى في شغله مجتهد ويجتهد في شغله وكده، هي اللي كانت بتحفزه على الاجتهاد وعايزين نلحق ونتخلص ونتجوز وكذا وكذا وكذا. نعم. كده يعني. فالمهم حصل يعني بينهم زي زعل بسيط كده، المهم يعني جيت انا بكلم بابا يعني بقول له ده هم زعلانين مع بعض ونشوف الموضوع فيه ايه ونحله بسيط وكده، فجي بابا قال لي طب اشوف ابني، وبعدين رد عليا بعد كده فقال لي يعني معلش كل شيء نصيبه كده. فانا طبعا الامر ده يعني هم ناس محترمين جدا جدا جدا، هو كان الولد او ابوه او عيلته يعني محترمين جدا. فالمهم يعني فانا جيت فبقول له انا عشان خاطر اعرف بس بنتي اخطات في ايه، يعني هل هي مثلا عشان خاطر بتحفزوا ان هم يستقروا ويبقى ليهم بيت وليهم اسره؟ المهم يعني السؤال المهم بس. المهم فحصل ان هي كانت هو كان مقدم لها شبكه، والشبكه دي يعني الكلام نعم. على الفلوس يعني الان؟ لا هو كان مقدم لها شبكه، فهل يجوز ان احنا شرعا ان احنا الشبكه دي ما ياخدهاش او كده؟ الشبكه في العرف المصري من الصداق، أما ولم يعقد ولم يدخل بها فالشبكة له إلا إذا كنتم غرمتم شيئا من الغرامات في الحفلات لهذا الغرض وهو الذي ترك بدون سبب، يجوز لكم أن تخصموا من الشبكة قدر الغرامة التي غرمتموها، والله أعلم. إنما السبب يا شيخ، إنما السبب إن هو يعني مريض شوية نفسيا ومريض، سمعني حضرتك؟ سمعك. هو مريض نفسيا، فوجئنا بقى ابوه قال وحلف واقسم ان هي البنت ما عندهاش ذنب خالص، الذنب ذنب ابنه، هو طلع عنده عيب خلقي، عيب خلقي. حتى لو هو بقول لك لو هو الذي تركها، خذوا فقط
الغرامات التي غرمتموها، لأن الشبكة من المهر. حتى لو كان كاتب لو كان عاقد كاتب الكتاب باللغة المصرية لكم نصف الشبكة فقط، فالآن فقط اقسموا من الشبكة قدر الغرامات التي غرمتموها وردوا له الباقي. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. نعم، تتمة السؤال يا شيخ جزاك الله خير. يسأل سائل عن حكم عمل الفتاة تخرجت من كلية الهندسة قسم معماري، يسأل عن حكم عملها يعني إنجاز المشاريع، هذا سؤال. وآخر يسأل عن حكم دعوة مثلا الفتيات، شاب يدعو فتاة في نطاق العمل يريد أن يدعوها كده، هذا سؤال. ونسألكم أن تدعو لوالدي بالمغفرة والرحمة. الله يغفر لنا ولكم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. بعد، فحكم عمل فتاة كمهندسة معمارية أو لتشطيبات في مكتب هندسي، العمل أو الحكم في العمل ينبني على الملابسات المحيطة بالعمل. فإن كان بالعمل اختلاط أو خلوة، زكاة خلوة برجال أجانب، فالخلوة محرمة، فالحكم مبني على، ليس مبني على الخرائط ولا مبني على المذكرات التي تكتبها، إنما مبني على سائر الملاحظات، سائر الأمور المتعلقة بالعمل هي التي تعطينا الحكم. أما عن دعوة الشاب للفتيات فهذا يولد فتنة كبيرة على المسلم الحريص على دينه أن يبتعد عن كل ما من شأنه أن يولد فتنة، والله أعلم. هذا وإخواني وفقهم الله لكل خير يشيرون إلى انقضاء الوقت، أسأل الله أن يبارك فيهم وفي قناتهم، وأن يجعلها مباركة ميمونة حاملة للواء الحق داعية إليه. بارك الله فيها وفي أصحابها والدعاة فيها والمشاهدين لها والمشاهدات. هذا ويذكر الجميع بأن الله إله واحد، لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك. ويذكر بأن الخلق كلهم عبيد لله، فرسولنا محمد صلى الله عليه وسلم عبد لله ورسول من عند الله، وعيسى عليه السلام عبد لله ورسول من عند الله، وكذا الكليم موسى، وكذا الخليل إبراهيم، وكذا العبد الشكور نوح عليه الصلاة والسلام. هذا. وأذكر أيضا أن الذي يكشف الضر ويجيب المضطر هو الله، لا يكشفه أحد سوى. هذا. وأوصي نفسي وإخواني بالإكثار من ذكر الله عز وجل والصلاة والسلام على نبيه محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وكثرة الاستغفار والدعاء أن يصلح الله البلاد والعباد. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.